في كثير وفي كل مناسبة بننادي لكي نفعل المادة 5 من الدستور وكي نحقق هذا الاستحقاق الذي هو مطلب شعبي وهو الديمقراطية، أن نكون أمام حزب أو حزبين آخرين أقوياء على الساحة السياسية. الحزب الوطني أحد الأحزاب اللاعبة على المسرح السياسي وبقوة، عشان لأن مفهوم الديمقراطية هو الأحزاب التنافسية الحزبية اللي عبر عن المادة 5 زي ما قلت حضراتكم، زرع التعدد السياسي والتداول السلمي للسلطة. تلك هي رؤية حزب الوفد. حزب الوفد بيسير على رؤى، هذه الرؤى لها أساسها من تاريخ وثوابت ومبادئ وقيم ومواقف. حزب الوفد سيظل دائما حاميا ومحافظا ومدافعا عن الدولة المصرية وعن حق الوطن والمواطن والدفاع عن الطبقات، عن تحقيق العدالة الاجتماعية.